البنات المصريين كان ليهم مكان كبير قوي النهارده في حلقتنا. خلينا نكمل كلام مع قصص تحدي مختلفه النهارده. معانا قصه لطالبه هاجر خيري. هاجر قدرت انها تحقق الميداليه الذهبيه في مسابقه كاس مصر للمكفوفين في رفع الاثقال. هاجر بنت محافظه الاسماعيليه وطالبه في كليه الالسن بقسم اللغه الانجليزيه، قدمت منافسه قويه جدا وفعلا لفتت انتباه كل المشاركين في البطوله. خلينا نشوف. تمكنت الطالبة هاجر خيري من الحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة كأس مصر للمكفوفين في رفع الأثقال، وتصدرت المركز الأول في البطولة بعد أن تغلبت على الإعاقة وتخطت عقباتها حتى نجحت في تحقيق هدفها وتميزها بين زملائها ومنافسيها. هاجر خيري ابنة محافظة الإسماعيلية والطالبة في كلية الألسن بقسم اللغة الإنجليزية، شاركت في البطولة التي نظمتها كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط بالتعاون مع الاتحاد المصري للمكفوفين بمشاركة 30 لاعبة و40 لاعبا من ذوي الهمم وسط منافسة مدهشة وملفتة للانتباه. برقيات تهنئة تلقتها من جامعة قناة السويس التي تدرس بها، والتي أعلنت أنها لا تدخر جهداً في دعم طلابها من ذوي الهمم، وتقدر تمثيلهم المشرف للجامعة بكافة المحافل التي يشاركون بها، كما تعتبر أن الفضل يرجع للقيادة السياسية لدعمها غير المسبوق لذوي الهمم، حتى أصبح منهم أبطالاً حققوا العديد من الإنجازات في مجالات كثيرة في وقت قصير، بعدما كانوا يحتاجون دوماً إلى هذا الدعم والتشجيع الذي ساهم في تغيير مجرى حياتهم، سواء العملية أو الرياضية أو الفنية. وتعد مسابقة كأس مصر للمكفوفين في رفع الأثقال أول بطولة تنافسية على مستوى الجمهورية تنظمها جامعة دمياط، والتي يدخل ضمن أجندتها تنظيم كلية التربية الرياضية للعديد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية في الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للمكفوفين لرفع الأثقال. زي ما شفنا وتابعنا في هذا التقرير إصرار الطالبة هاجر خيري اللي تمكنت أنها تحصد الميدالية الذهبية في مسابقة كأس مصر للمكفوفين في رفع الأثقال اللي أقيمت في محافظة دمياط بمشاركة 30 لاعبة و40 لاعب من ذوي الهمم. معانا دلوقتي على الهاتف الطالبة هاجر خيري، نتعرف منها على رحلتها من البداية لحد حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في هذه البطولة. صباح الخير عليك. صباح النور يا فندم. يا أهلا بيكي وألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. عايزين نتكلم معاكي في البدايه كده عن رحلتك مع اللعبه، سبب اختيارك لهذه اللعبه تحديدا رغم صعوبتها. بصراحه في بدايتها طبعا ما انكرش ان هي كانت صعبه جدا، لان ديت بتبقى حاجه جديده عليا، واصلا اللعبه ديت كانت هدفي من 3 سنين قبل ما ادخلها ب3 سنين. طبعا والدي كان رافض خوفا عليا مش اكتر، و قدرت الحمد لله اقنعه، بس ده بعد 3 سنين اقتناع. لقيت ان ستي هي تيتا دي تبقى ام بابا. ايوه طبعا هي اللي قدرت تقنعه، والحمد لله يعني بدات مشواري في رفع الاثقال. وبعدها ب10 ايام حصلت على مركز اول جمهوريه. دي برضه حصلت عليها. استني بس يا هاجر كده، بعد 10 ايام من ايه؟ بعد 10 ايام من بطوله من بدئك في اللعبه حصلتي على بطوله جمهوريه؟ بعد 10 ايام من بدايتي في اللعبه حصلت على بطوله جمهوريه. ما شاء الله، موهبه استثنائيه، ما شاء الله عليكي. يمكن هو ده يعني كان توجيه بقى ايه من مخك، ومن طبعا في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا، لكن فكره ان البنات اصلا مش بيبقوا مقبلين قوي على لعبه رفع الاثقال، فبعد 10 ايام تجيبي جمهوريه دي حاجه مش سهله ابدا. هي الحمد لله هي فعلا حاجه مش سهله، وانا قدرت اقنع والدي لما جبتها، قدرت ان اقنع والدي ان هو ان البنت تقدر تعمل اي حاجه، ومش خاصه البنت يعني عموما البنت اللي هي الكفيفه او اللي هي ذوي الهمم يقدروا يعملوا اي حاجه، بس محتاجين شويه اصرار وعزيمه. احنا شايفين ان هاجر هي اللي تقدر تعمل حاجه اي حاجه، ما شاء الله عليك. طيب هاجر، هل كنت مخططه او كان في دماغك او تخيلتي انك ممكن تاخدي الميداليه الذهبيه؟ هو بصراحه انا كنت حاسه ان انا ان شاء الله اخدها، لان انا كان عندي اصرار يعني الحمد لله كان غالب الحديد اللي انا كنت بشيله. صحيح هي ما كانتش ارقام عاليه، بس كانت حاجه كويسه جدا لما اخدت مركز اول.
أكيد أكيد. هاجر، التعامل معاكي بيبقى عامل إزاي؟ يعني لما يتعاملوا مع بطلة رفع أثقال، إحنا أصلا لما بنشوف أبطال رفع الأثقال دول دايما بنبقى عاملين حسابهم كده، ليهم هيبة كده هم ماشيين ما شاء الله. أنت التعامل معاكي بقى كبنوتة وكمان عندك القدرة على إقناع والدك في الأول وبعدها إنك تحصلي بطولة في وقت قليل. هو أنا بصراحة يعني أنا مجرد ما أخدت مركز أول في ناس كتير جدا كانوا فرحانين بيا، وخاصة لما أخدت مركز أول يعني بعد بدايتي بعشر سنين بعشر أيام سوري. وأنا أصلا حصلت على أربع ميداليات، يعني أربع بطولات جمهورية جايبة فيهم مركز أول ما شاء الله، ومنهم بطولة حصلت عليها في ثالث أحسن لعبة ما شاء الله. بالتوفيق والله يا هاجر، احنا سعداء وفخورين بيكي جدا. كل الشكر ليكي يا هاجر خيري الحاصلة على الميدالية الذهبية في مسابقة كاس مصر للمكفوفين في رفع الأثقال. برافو عليكي. البنات النهاردة في الحلقة يا شاذلي عاملين شغل عالي ما شاء الله، نماذج مشرفة الحقيقة.